الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في قناة طنجي. وصلنا بإعداد الدروس إلى الجزء 19 اللي غنتكلموا فيه على واحد الموضوع مهم بزاف، ألا وهو تحسين المكان. هذا الموضوع كيهم أي واحد اللي عنده جهاز الروتر متنقل ديال 4G دربوس. تكلمنا في الجزء 18 حول موضوع مهم بزاف، ألا وهو تجربتي مع جهاز ديال دربوس متنقل 4G في البادية. يعني كيفاش أن هذا الجهاز هذا واش غادي يقدر يخدمنا في البادية أو لا، واش غادي يقدر يخدمنا في القرية هذه كما كتشوفوا معايا في الطبيعة هذه، واش غادي يقدر يخدمنا في هذه المنطقة هذه ولا. ولاحظتوا معايا في الحلقة الماضية كيفاش اننا عملنا اربعه ديال اختبارات. الاختبار الاول اللي هو حاولنا اننا نخدموا احلى جوده في الفيديو في اليوتيوب، كيفاش واش غادي يقدر تخدم لنا ديك الجوده عاليه في الفيديو اللي هي كاي اتش دي، واش غادي تخدم لنا في اليوتيوب او لا. هذه المنطقه هذه يعني قلت محال واش تخدم معنا الجوده ديال اتش دي، ومع ذلك خدمتنا فول اتش دي واعلى جوده اللي هي كاي اتش دي. وكذلك دوزنا الى الاختبار الثاني، الا وهو كيفاش انني نشر فيديو في القناه ديالي، ولاحظتوا بان الفيديو كيفاش ماشي بواحد السرعه فائقه، لانها قلت محال واش غادي يقدر تشر فيديو في القناه ديالي، ولكن تنشر بواحد السرعه اللي هي فائقه. ومع ذلك قمت بنشر فيديو الثاني، وكذلك تنشر فيديو الثاني بسرعه فائقه، وفي هذه المنطقه يعني كيكون فيها ضعيفه، يعني اختبار الثاني نجح. بعدين تجأنا الى اختبار الثالث، الا وهو كيفاش انني نحمل اي فيديو من يوتيوب، ولاحظتوا كيفاش الفيديو تحمل بواحد السرعه فائقه اللي هو ماشي بواحد 17 ميجا، 5 ميجا، 10 ميجا كما كتشوفوا معايا في الشاشه. يعني الفيديو غادي بواحد السرعه مزيانه ممتازه، وخصوصا في هذه المنطقه هذه، يعني قلت محال واش غادي تحمل فيديو في اليوتيوب. تجأنا الى اختبار الرابع والاخير، الا وهو كيفاش اننا نقيس السرعه ديال الواي فاي، ولاحظتوا كيفاش ان طلعت السرعه بواحد السرعه فائقه كما كتشوفوا معايا في الشاشه، وصل يعني 47 50 52 يعني 46 يعني ممتازه. وصف هذا الجهاز ديال دربوكس كما كتشوف معايا في الشاشه، اللي هو جهاز متنقل دي معك في اي بلاصه، يعني مزيان كتكون كتسافر كدير معك الجهاز في اي منطقه في اي بلاصه، يعني ممتاز خيالي. ولكن اليوم ان شاء الله غادي يكون امر مختلف في هذه الحلقه هذه، الا وهو تحسين المكان. يعني كيفاش اننا هذا الجهاز هذا نحاول نوضعه في واحد المكان مناسب باش يشدنا كونكسيون مزيانه ويعطينا واحد الاشاره مزيانه ديال الواي فاي. قبل ان ندخل في هذا الموضوع، اتمنى ان تفعلوا علينا بزاف واعجاب واشتراك في القناه، يسركم ان شاء الله كل جديد، والان تابعوا هذا الشرح الى اخره. كما كتلاحظوا معايا عملت الجهاز ديال الروتر ديال الواي فاي ديال الدربوس متنقل، عملته في البلاصه هذه هنايا كيشد مزيان، يعني حسم اي بلاصه. علاش؟ لان هذه البلاصه هذه كتدخل هو، وكذلك مهويه في المنطقه هذه. كما كتشوفوا معايا انا عملت في البلاصه هنا كيشد مزيان، ولكن هنايا ما كيشدش مزيان، وفي البلاصه هذه ما كيشدش مزيان. علاش؟ لان هذه البلاصه هذه كيشد مزيان. اذا انا نعطيك واحد الطريقه ممتازه اللي غتحدد لك المكان المناسب للجهاز الروتر باش يعطيك اشاره مزيانه، وكذلك يعطيك كونكسيون مزيانه. كيفاش؟ نعطيك واحد ابليكاسيون اللي هي ممتازه، هي اللي غتحدد لك المكان المناسب للجهاز، وتعطيك كونكسيون ممتازه واشاره ممتازه عبر تطبيق خرافي، تطبيق اللي هو معيشه الذكيه اللي شرحته سابقا، وشرحت المواصفات ديالو في احد الفيديوهات الجزء 15. اللي ما شافش هذا الفيديو بامكانه الرجوع الى هذا الفيديو، لان فيه مجموعه من المواصفات حول هذا التطبيق اللي هو ممتاز، تطبيق خرافي. التطبيق هذا فيه مجموعه من النصائح، كيفاش انك تتحكم في الراوتر ديالك، كيفاش انك تتحكم في اي شخص في الباس، كيفاش انك تقطع كونكسيون على بعض الاشخاص وتعطيك كونكسيون محدوده. فيه مجموعه من الاعدادات بلا ما تدخل الموقع ديال دافوس اللي هو 192.168.1.1، فقط بالدخول الى التطبيق سهل الاستخدام، كتدخل بالكود اللي كتدخل به في الموقع. دابا غندوزو نتحمل التطبيق، فهو موجود في متجر بلاي ستور. بعدين نمر الى كيفيه تحسين المكان المناسب للجهاز الواي فاي الخاص بك من اجل الحصول على اشاره جيده وكذلك انترنت سريع. اول خطوه نبدا بها وهي تحميل التطبيق من متجر بلاي ستور. نقوم بالذهاب الى متجر بلاي ستور، بعدين نكتب المعيشه الذكيه، ثم تظهر معك مجموعه من التطبيقات. كل ما عليك هو الذهاب الى التطبيق الاول. كما تلاحظون لقد تم تحميل هذا التطبيق، حوالي 5 مليون أشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق. كل ما عليك هو أن تقوم بتحميل هذا التطبيق الأول. نقوم بالضغط على تثبيت، ثم ننتظر ريتما يتم تحميل التطبيق. تم تحميل التطبيق بنجاح، نقوم بالضغط على فتح، ثم إذا معنا بهذا الشكل نقوم بالضغط على التالي، بعدين نقوم بالضغط على أوافق، ثم إذا معنا التطبيق بهذه الواجهة، ثم نضغط على السماح عند استخدام التطبيق فقط. بعدين نضغط معكم التحديث، نقوم بالضغط على لاحقا. الآن كل ما عليك هو الذهاب إلى متصل في هذا المكان، ثم بعدين يطلب منك الكود الخاص بكم، يعني الكود اللي كتدخلوا به الدربوكس ديال 192.168.1.1، يعني هذاك هو الكود اللي كتدخلوا به، يعني أدمين اللي كتدخلوا به تماك، أدخلوا به هنايا بحال بحال.
سوف أقوم بإدخال الكود الخاص بي. من بعد ما دخلنا الكود الخاص بنا في هذا المكان، هنا في الخيار الثاني هو السماح بتسجيل الدخول تلقائي. بغيت تكتب يعني تدخل بلا كود او بتخلي بالكود يعني بلا ما تكتبي. دابا غندوزو للثاني، ضغط عليها ثم كده معنا التطبيق بهذه الواجهه وكيظهر معنا الراوتر الخاص بنا اللي هو هذا. الان كل ما علي الذهاب الى تحسين المكان اللي هو هذا. انا اللي عندي غلط هو في هذه البلاصه هذه. اما بالنسبه اللي بغى يعرف مواصفات هذا التطبيق هذا كامل، بامكانكم الذهاب الى رابط في الفيديو في صندوق الوصف او الضغط على الشاشه. كما كتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا شرحت فيه مجموعه من المواصفات حول هذا التطبيق. اللي ما عرفش انه كيفاش يخدم هذا التطبيق ننصحو يمشي لهذا الفيديو هذا، فيه مجموعه من المواصفات كامله حول هذا التطبيق. دابا اللي كيهمني هو نشرح لك كيفاش انك تحسن المكان المناسب للجهاز باش يعطيك اشاره مزيانه وكذلك يعطيك انترنت مزيانه. كل ما عليك هو الذهاب الى تحسين المكان في هذا المكان، نقوم بالضغط عليه. من بعد سوف نقوم بالضغط على فحص في هذا المكان ونخليه يقلب على خاطره. دابا نخليه يقلب على خاطره باش يعطينا مكان مناسب لجهاز الراوتر. دابا نعمل الراوتر الجهاز ديالي في بحال بلاصه وغنشوف شحال غيعطيني ديال الدرجات. لاحظوا معايا عطاني 75 درجه، ممتاز. هاد البلاصه هذه كيشد لي فيها مزيان. اذا خديت هاد الجهاز هذا وديته لبلاصه اخرى غادي يقدر يعطيني 40 درجه او يقدر يعطيني 30 درجه. يعني في مكان البيت اللي ساكن فيه انت كاين بلاصه اللي كيشد لك فيها كونكسيون مزيانه وكاين بلاصه ما يقدرش يشد لك كونكسيون مزيانه. لهذا هاد المكان هذا اللي عملت فيه الجهاز ديال الراوتر عطاني 75 درجه. هذا هو تحديد المكان المناسب للجهاز، يعني هذه هي البلاصه المناسبه للجهاز. انا درت واحد النافذه وشد لي هنا 75 درجه، يعني انت عندك في البيت تقدر يشد لك فواحد البلاصه اللي هي مناسبه. يعني شنو غتعمل؟ غتشد هذا الجهاز ديال الراوتر الواي فاي المتنقل، غتنزلو في واحد المكان وغتعمل التطبيق هذا. اذا عطاك 40 درجه غتعرف بان هذيك البلاصه ما كيشدش فيها مزيان. خلاص في الامر، اذا مثلا هذا الجهاز ديال الواي فاي المتنقل ما خدمش في البيت، حاول انك توضعه في اي بلاصه، مثلا في الصاله، بيت النعاس، في اي بلاصه عندك في البيت. من بعد قم بالذهاب الى متجر بوستا وقم بتحميل هذا التطبيق. بعدين قم بالذهاب الى تحسين المكان، ثم بعدين غتلاحظ بان هذا التطبيق غادي يقدر يحدد لك المكان المناسب للجهاز. غادي يقدر يعطيك واحد المكان اللي غادي توصل لك حتى 70 حتى 75 درجه كما شفتوا معايا في هذا الفيديو هذا. وهذه هي الطريقه الوحيده باش تحدد المكان المناسب للجهاز، ماشي انه صافي كيبانوا اشاره ديال الديوان شعلين كاملين في الجهاز صافي راه كونسونس كاينه. لا، خصك انك توضع الجهاز في واحد المكان كما كان في البيت، بعدين الذهاب الى هذا التطبيق وهنا سوف يقوم بتحديد لك المكان المناسب الجهاز. يعني سوف يعطيك الدرجات شحال وصلت لك الدرجه في ذاك المكان، واش 50 درجه ولا 70 درجه. اذا عطاك مثلا غير 70 درجه راه مزيان، ذاك المكان يعني خدام كونكسيون ممتازه وسريعه واشاره غتبان في الواي فاي يعني مزيانه. كما شفتوا معايا دابا نعملوا في حدا النافذه، لهذا غنحاول انني غنكتب سميت هذا المكان هذا في هذا المكان اللي هو سميتو النافذه الاولى. غنحاول نسميها باش اذا جات شي نهار نزلت الراوتر ديالي او جهاز متنقل في هذه الصاله هذه غنحاول نمشي مباشره النافذه الاولى. يعني هذه البلاصه هذه غنسميها هي النافذه الاولى باش بقى عاقل عليه لان ما خدمني حتى شي بلاصه. هذه هي البلاصه الوحيده اللي شد لي فيها مزيان اشاره وكذلك عطاني كونكسيون سريعه. اذا غنسمي هذا المكان النافذه الاولى، ثم بعدين سوف نقوم بالضغط على حفظ. وبهذه الطريقه قمنا بحفظ هذا المكان اللي هو اسم النافذه الاولى. كما كتشوف معايا في اسفل الشاشه قمت بحفظ هذا المكان، يعني مكان معروف حتى اذا جبت شي نهار هذا الراوتر او الجهاز المتنقل ديال الواي فاي دار بوكس، يعني غنزلو غير في هذا المكان صافي غادي يخدم لي مزيان كونكسيون ممتازه بدون اي مشاكل. طريقه ممتازه تمكنكم من معرفه المكان المناسب للجهاز، يعني باش يعطيكم اشاره مزيانه وكذلك كونكسيون مزيانه. كنتمنى يعني هذا الفيديو يكون مشروح بشكل واضح وكنتمنى تكون الفكره يعني توصل للجميع. ثم اتمنى ان تدخلوا علينا بالزر واعجاب واشتراك في القناه لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد، والى حلقه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.